لم يبق الاحتلال الإسرائيلي وجنوده عملاً إجرامياً إلا ونفذوه خلال العدوان المتواصل على أبناء شعبنا في قطاع غزة، من جرائم القتل والإبادة والتطهير العرقي وسياسة التجويع واستهداف المشافي والمدارس. يرتكب أحد جنوده جريمة تفوق التصور البشري، حيث قام الجندي باختطاف رضيعة فلسطينية من القطاع، ولم يعرف ما هو مصير عائلتها حتى اللحظة. وجاء الكشف عن هذه الجريمة على لسان أحد أصدقاء الجندي الخاطف الذي لقي حتفه في غزة. في حديث مع إذاعة جيش الاحتلال بقيام صديقه باختطاف الطفلة الرضيعة التي لم يعرف مكانها أو وضعها الصحي. وزارة الخارجية الفلسطينية أدانت هذه الجريمة النكراء، وطالبت الاحتلال الإسرائيلي بإعادة الطفلة وتسليمها فوراً للسلطة الوطنية. وقالت في بيان صدر عنها إن هذه الجريمة دليل على ارتكاب جيش الاحتلال أفظع الجرائم دون حسيب أو رقيب. في حين يدعي الاحتلال الإسرائيلي أنه يطبق القيم الإنسانية والأخلاقية في إبادته التي يرتكبها في القطاع، يقوم أحد جنوده بارتكاب هذه الجريمة، والسؤال لماذا لم يتم الإعلان عن مصير هذه الطفلة قبل أن يكشف أحد جنود الاحتلال هذا السر؟ لن تكن هذه الجريمة الأخيرة التي يرتكبها الاحتلال بحق شعبنا، فمع انتهاء هذا العدوان ستكشف لنا العديد من الجرائم الفظيعة التي ارتكبت بحق أطفالنا ونسائنا وشيوخنا في القطاع المحاصر. هبة الرماوي، تلفزيون فلسطين.